اما هلا سلمى رح نحكي عن موضوع يمكن كثير مننا بفكر فيه واجباري ممكن يمرق عليه. مثلا انا اليوم فقت الصبح واجيت على الشغل واجيت عند سلمى، شو قلت لك اول كلمه سلمى؟ ما في احلى من النوم بهذا الجو، بهذا الجو بهذا البرد. هلا هذا الشيء ممكن يكون طبيعي بتبدل الفصول وطبيعي سلمى ببعض الحالات وببعض الاوقات، لكن بعض الاحيان بنسميه نحن النوم القهري وممكن هذا الشيء يزيد عن حده. طبعا كل هي التفاصيل سلمى هي رح تكون موضوع لفقرتنا لليوم. اكيد فرح، وفي ناس يمكن من دون ما يحسوا بيحسوا انه هن بدهم يناموا او انه غصبا طويلة. عنهم غصبا عنهم عم بيناموا، لهيك سموه بالنوم القهري. شو هو النوم القهري؟ تفاصيل اكثر عنه رح نتعرف اكيد مع ضيفتنا الاختصاصيه سلام القاسم، واللي هي دائما بتعطينا معلومات مفصله. يسعد صباحك استاذه سلام. يسعد صباحكم يا رب. صباح الصحصحه. صباح الصحصحه والبعد عن النوم، وان شاء الله هيك يا رب كل ايامنا تكون حلوه باسم اليوم الجو جميل. هلا النوم القهري بالحقيقه يعني هو بينتاب بعض الاشخاص هو شعور دائم بالنوم، وهذا الشعور ما فيهم يقاوموه ابدا ودون سابق عرض، يعني هو ما ممكن نحن انه نتجاهله. ما بيكون لفئه عمريه محدده، ممكن تكون لمختلف الاعمار، ولكن في الحقيقه هو بيصير غصب عن الانسان، مشان هيك بنسميه النوم القهري، يعني نتيجه اجبار بهي الحاله، فبترافق الانسان شعور بنعاس شديد ما بيحسن انه يتغلب عليه. قد يصاحبه مثلا بالنوم بمكان عمله، ممكن بمكان عام يكون مثلا قاعد بمطعم، يحس حاله انه فورا انه نعس بده ينام، ما عاد في مجال ابدا. طبعا هو ما له حاله عرضيه ابدا، هو حاله مرضيه. إذا كان صادف الإنسان مرة مثلا كل فترات متباعدة فبيكون نتيجة ظرف معين أو حالة نفسية معينة، قد يكون أرق، سهر يعني كل الليل مثلا، أو انشغال بعمل متواصل، بيكون الإنسان الصبح بصير عنده تعب ممكن ينام. أما إذا كان مترافق وبشكل مستمر فهو حالة مرضية بحاجة لعلاج، وإذا تم إغفالها أو عدم الاهتمام فيها قد تؤدي إلى أمراض أخرى الإنسان بغنى عنها. خلينا نحكي شوي بهي التفاصيل. اليوم لما بنقول نحن شيء مرضي، فشو هي الاسباب اللي بتؤدي للنوم القهري غير الحالات الطبيعيه اللي نحن حكينا عنها مثل السهر المتواصل لفترات طويله وغير هي القصص، وشو نتائج النوم القهري لبعدين؟ هلا بالحقيقه كمان انه في ناس كثير لما بيصير معها هذا النوم بيكون عند ناس كثير بجوز انه ما ينتبهوا له اساسا او يفكروه حاله طبيعيه، يعني مثله مثل اي شيء بمر على الانسان. بالحقيقه هو في مجموعه اسباب، ما فينا نحط سبب واحد نحن هو يكون لهذا النوم القهري. قد يكون مشكله دماغيه، مشكله بالهرمونات مثلا، نقص في هرمون الهيبوكريبتين هو المسؤول عن عمليه تنظيم دوره النوم، او نقص بهرمون هرمون الأوكسين هو المسؤول عن عملية اليقظة. قد يكون هذا هو السبب، وقد يكون نفسي اكتئاب مثلا. هلا الاكتئاب هو عرض بيصير من اعراضه للنوم القهري، ممكن يصير عندنا نحن اكتئاب نتيجة النوم القهري، اما هو المسبب للنوم. الاكتئاب بيعمل اضطراب بالنوم وليس نوم قهري. أما كمان من الأسباب اللي ممكن تكون تؤدي، قد يكون مثلا بعض الحالات الوراثية مثلا، تكون الوراثة إلى دور كتير كبير، أو شيء معين، جينات معينة مجهولة السبب، أو أحيانا بيقولوا أنه في مناطق معينة مثلا مثل أفريقيا لما بيكون عندهم ذبابة تسيسي وبتتم الإصابة فيها ممكن تعمل هذا نوع من أنواع المرض بيسبب النوم القهري. قد يكون أحيانا أنه حالات اجتماعية، ظروف قاسية بمر فيها الإنسان، بيهرب من الواقع اللي عايش فيه، فبصير عنده قلب ما بين الليل والنهار، بصير بيسهر بالليل وبصير بينام بالليل وبيسهر بالنهار، فهذا قلب يعني الساعة البيولوجية عنده، فهي بتعمل مشاكل واضطرابات عنده. بالحقيقة هي مجموعة من الأسباب، ما فينا نجزم نحن بوجود سبب واحد محدد للنوم القهري، ولكن بالمجمل هو حالة مرضية بحاجة لعلاج. إذا انتاب الشخص ممكن يؤدي لأعراض ولمشاكل نفسية الإنسان بغنى عنها، ممكن يدخل باكتئاب، ممكن يدخل بتوتر، ممكن يدخل بقلق، وهذا طبعا نتيجة أنه هو اعتبر أنه هي حالة طبيعية عم بيمر فيها. وكتير
كثير من الأشخاص يعني أنا بشوفهم قلبين حياتهم يعني التقلب عندهم، بيناموا كل نهار وبفيقوا بالليل بيقول لك نحن هيك منحب، أو بيقولوا لك أنه أنا ماني قدران حاولت بس ما حسنت، لأنه بيؤدي كمان لاضطراب بالساعة البيولوجية. طبعا هو الإنسان في مجموعة من الأعراض لحتى نحن نشخص عفوا انه هذا هو نوم قهري ولا نوم طبيعي ولا اضطراب نوم. طبعا هو الاعراض هي بتدل على حاله المرض او ما يسمى النوم القهري. طيب هون استاذ السلام بدي اسالك، يعني مثل ما قلتي في حالات كثير ممكن يكون لها علاقه بنقص هرمونات بالجسم او بشيء اخر، وفي حالات لها علاقه بنفسيا، يعني ممكن تكون عوامل مرتبطه تغير المزاج، تغير الفصول، انتقال من مكان لاخر، اسباب عديده يعني. طيب هون خلينا نقول النوم القهري انه اللي بيغلب عليه اكثر بالعلاج، هل هو اذا قدر الشخص يعرف اسبابه هل بيكون علاجه اغلبه دوائي ولا لا؟ العلاج النفسي والسلوكي هون بيلعب دور اكبر. أكيد هلأ نحن بكل الأمراض النفسية هو دائما كتير مهم العلاج النفسي، ومشان هيك صار هلأ متبع بكل دول العالم حتى عنا نحن. فينا نصنفه مرض للنوم القهري ولا مرض؟ لا هو عرض؟ لا هو مرض لما بيكون بشكل عفوا متواصل، هو مرض بيصير قلت لك بيعطي بعدين بيؤدي لأمراض تانية نحن بغنى عنها، بس هو كتير مهم نحن نعرف الأعراض لحتى نميز إنه هذا نوم قهري ولا لا ولا طبيعي ولا هو اضطراب نوم. النوم القهري في له أعراض محددة، يعني ممكن يكون أول شيء بيتمثل بالنوم المتواصل أثناء النهار، الإنسان ما بيحسن يقاوم هذا النوم وين ما كان، حتى ممكن يكون بالطريق مثلا أنه عم يتفرج على شيء معين حس أنه نعسان أو كذا، ممكن تلاقيه بيروح بيقعد إذا بسيارته بتلاقيه بينام، إذا كان موصل حدا بينام بتلاقي دائما مترافق عنده هالشيء هذا. ممكن يكون عنده بصير عنده من الأعراض بيكون في عنده هلوسة، بتصير عنده هلوسة ما قبل النوم، بصير بيحكي شغلات يعني معينة يعني ما لها علاقة بأي شيء تاني، ممكن بتصير عنده حركات لا إرادية كمان قبل ما ينام النوم الثاني اللي هو بالليل، فبصير عنده حركات لا إرادية هو ما عم بيحس فيها، بصير عنده شيء بنسميه نحن جاثوم النوم. جاثوم النوم يعني شلل النوم، بتصير عنده بعض الأعضاء العنق مثلا الفك الأطراف بحس بشلل جزئي ما بيحسن يتحرك، بصير بشوف أحلام وهلوسات وبيحس حاله أنه خلص يعني. وكثير في ناس ممكن بنر بهي المرحلة وما تعرف أنه هي ليش صارت معهم، فهذا ما يسمى بجاثوم النوم وهو شلل مؤقت، يعني ما بيخوف طبعا لأنه عضلة الحجاب الحاجز بتكون شغالة، التنفس كله بيكون شغال، فالإنسان خطير نحكي عن هذا الموضوع. تمام، فبيقوم الإنسان بتلاقي بشكل طبيعي بعدين لما بيمر بهي المرحلة بصير عنده اختلاف ما بين حركة العين السريعة مثلا، انه بصير الاحلام عنده بتصير بمراحل مختلفة للنوم، فبيصير عنده هاي الكركبة إضافة لاضطراب النوم بصير ما بيحسن ينام بشكل طبيعي، فلما بتصير معه هاي الاعراض مترافقة كلياتها فهون نحن مسمين نوم القهري. أما إذا بدنا ندخل نحن بعلاج النوم القهري فطبعا هو له أكيد علاج، ممكن الأدوية تكون أحد العلاجات إضافة للعلاج السلوكي المعرفي. لازم يكون العلاج بالكلام، لازم يكون المريض بيعرف أنه هاي اللي عنده مشكلة بتعالج، لأنه في كثير من الناس بتكون معهم هاي الحالة وبيفكروا شيء طبيعي بس هو ما أنه طبيعي أبدا، لأنه ممكن يكون يؤدي لأمراض تانية وبعدين بيقعد بيفكر أنه أنا شو الأسباب. لا خلينا نبلش من الأول نحن ونعالج النوم القهري لأنه بيخلي الإنسان حتى عنده خمول، عنده كسل، ما عنده نشاط، ما عنده قدرة على العمل، ما عنده هدف لقدام يشتغل عليه، حتى تعامله مع أسرته بيكون مقصر بواجباته، يعني بيكون ممكن يكون عند النساء وعند الذكور طبعا، وقلت أنا بمختلف المراحل العمرية ولكن يكثر في مرحلة الشباب ومرحلة المراهقة كمان، لأنه بصير تغيير بالهرمونات فبتلاقي كتير ممكن يكون عند الشباب بهي المرحلة. طبعا العلاج السلوكي المعرفي كتير مهم، لازم نشتغل على نحن على أفكار الشخص المصاب، شو الأسباب يلي هي أدته لهون، شو الأعراض، نعرف الأعراض بتفاصيلها لحتى نحسن نحن نعالج المشكلة. ممكن كمان نحن يكون عندنا مثلا نوع من العلاج أنه نحن نعمل تنظيم الساعة البيولوجية وتنظيم اضطراب النوم بشكل أنه يفيق بوقت معين وينام بوقت معين. هي بالأول أكيد رح يلاقي صعوبة لأنه تغير برنامجه وتغيرت طريقة حياته، ولكن بالنهاية هي عملية تدريب، متى برمج الإنسان حاله على شيء معين ممكن يوصل لنتيجة إيجابية.
ممكن انه كمان ما يروح للنوم الانسان انه مجرد انا مثلا خلص هلا بدي اروح نام بسريري وبفوت بنام وبمسك هالموبايل وبتصفح وهيك، لا هي احد من كثير من الاخطاء يلي بيرتكبوها الناس وبيقولوا لك انا صار عندي قلق واضطراب نوم وما حسنت نام. لا تروح، بوصي اي شخص انه ما تروح لسريرك عن نوم الا اذا كنت تشعر بالنعاس. إذا ما شعرت بالنعاس لا تروح لتنام أبدا. غرفة النوم لازم تكون مميزة عن باقي الغرف، يعني لازم يكون فيها جو النوم، يعني لازم يكون في عتمة، ولكن ليس بمعنى العتمة إنه ظلام أنا ما أشوف شيء، لا لازم يكون إضاءة خافتة كتير كتير مريحة للنفس. مثلا إنسان لما بيوصل لهي الغرفة بينام، لما بيكون الإنسان نام مثلا كتير أشخاص بيقولوا لي أنا رحت نام ونمت وبعدين صار عندي قلق وفقت بالليل، حاولت ارجع مره وثانيه وعد على العشره وعد الخواريف واقرا ايات وكذا والى اخره ولكن ما استفدت شيء. اكيد هو هذا ما نوع علاج ابدا. لما بتصير هاي الحاله اترك السرير وروح لغرفه ثانيه، غرفه مارس فيها اي نشاط، ممكن تفتح موبايلك، ممكن تتفرج على التلفزيون، ممكن تفتح كتاب، ممكن السيده تشتغل بالبيت، اي نشاط ممكن يمارسه الانسان خارج غرفه النوم وخارج السرير. لما بيرجع وبيحس بنفس التعب بيرجع لغرفته، ما تضل بتختك نايم وانت قلق، لازم كثير ضروري. كمان الموبايل نحن يفضل انه ما يكون بغرفه النوم، يكون مثلا بغرفه ثانيه وما نتصفح الموبايل قبل النوم. نحن هي كثير من الاخطاء عند كثير من الاشخاص. يمكن سلام نشوف هي حالة القلق لما نحن عم نكون بتخطي ونمسك الموبايل من صفحة لصفحة، بتطلع معنا التصفحات، حتى الدردشات مع الأصدقاء يمكن تكون حتى بوقت شوف مين فاتح نحكي معه. هي الحالة بالتحديد قديش هي من أسباب القلق بتعمل بتبعدنا يمكن عن النوم الطبيعي، النوم الصحي اللي نحن بنحاجته، بتأثر ساعات نومنا. واليوم يمكن عم تنصحينا نحط الموبايل بغرفة تانية. خلينا نحكي عن نصائح تانية اللي هي من أسباب القلق ولكن نحن ممكن ما نكون منتبهين عليها. الكافيين، الكافيين كتير ناس بتشرب قهوة وشاي كتير وخصوصي قبل النوم، طبعا هذا بيعطي منشط كتير قوي. يفضل انه نحن نبعد قبل النوم، نشرب شيء مريح للأعصاب، ممكن ينسوه، ممكن لبن، يعني لا نخلي الوجبات الأكل الدسمة تكون بالليل كمان لحتى المعدة بدها تهضم، يعني ما نتدخل بموضوع التغذية، نخليهم لأخصائيين تغذية، بس كمان هي يعني معلومات عامة إنه ممكن تساعد إنه يصير في اضطراب بالنوم وقلق. لما أنا بنظم الساعة البيولوجية التزم فيها، لما بصير أي اضطراب بتغيير الساعة البيولوجية رح يعمل اضطراب بالنوم. كتير مهم لحتى نضبط نومنا، نفيق بساعات محددة وننام بساعات محددة. طبعا ممكن حدا يقول لي إنه أنا مثلا ما ممكن دائما تكون على نفس الوتيرة، ممكن الإنسان يكون عنده حفلة مثلا إنه بده يسهر، ممكن يمر عليكم هذا اليوم بيتحمله الواحد بس بعدين بيرجع للوضع الطبيعي. حاول دائما تحافظ على ساعة معينة لحتى نحسن نحن نفيق بنفس الوقت وننام بنفس الوقت. كتير مهم كمان الراحة النفسية، المشاكل ما تكون موجودة دائما بالبيت، ما ينام الإنسان زعلان، ربع ساعة قبل فترة النوم يفكر بأشياء إيجابية لحتى بفيق الإنسان الصبح نشيط وسعيد ومرتاح. دائما نرافق مثل ما كنتي عم تقولي حضرتك من شوي الأشخاص الإيجابيين، لأنه هدول بيعطونا طاقة إيجابية، الابتعاد عن السلبية قدر الإمكان وإن كانت هي بتدخل شئنا أم أبينا بحياتنا، ولكن خلال الفترة اللي قبل النوم يفترض أنه نبعد نحن عن هاي المؤثرات اللي بتزعج. إضافة مثلا أنه ما نشاهد قبل النوم مثلا أفلام مرعبة، أفلام مثيرة للحواس أو عنف أو كذا، كمان ممكن هذا يأثر على النوم. نفكر بالأشياء الإيجابية مثل ما قلت، دائما نخلي المحبة هي أساس لكل شيء، نكون فعالين نحن مو دائما منفعلين، يعني أنه الإنسان يشتغل مثلا ما يضل قاعد بالبيت كل الوقت وبعدين يقول أنا ما حسنت نام أو ماني نعسان، لا لازم يمارس نشاط معين لحتى يتعب. لما بيتعب الجسد الإنسان ساعتها بيشعر أكيد بالنوم والنعاس، فبيروح لنومه وبيكون نوم طبيعي، ونتمنى ساعتها النوم هادئ للجميع إن شاء الله يا رب. يعني معلومات مهمة مثل عادة أستاذة سلام القاسم الاختصاصية، شكرا كثير لوجودك معنا ولكل المعلومات اللي قدمتها. شكرا لكم، وإن شاء الله هيك يا رب يكون يومكم عامر بالسعادة والمحبة، ويومك كمان سلام، كل الشكر لك.